احنا مطلوب مننا ايه؟ مطلوب مننا ان احنا لا نؤثر على الكوكب. طب السؤال اللي بيسأل نفسه هو التأثير والحفاظ على المناخ، هو ده دور الحكومات ولا دور الأفراد؟ أعتقد الاثنين. الحقيقة إنه بيبدأ بالأفراد، لأنه السجاير اللي بيدخنها الأفراد بتؤدي إلى تدمير الأشجار بما يقرب من 6 مليون شجرة سنوية عشان زراعة التبغ، عشان زراعة التبغ وتقليل الرقعة الزراعية في غير التبغ. فأنت النهاردة بتتكلم على سلوك فردي لكنه يؤثر على الكوكب، سلوك فالبداية فردي يؤدي إلى نشاط صناعي فيؤثر على الكوكب بشكل عام. فالبداية بتبدأ من الـ الأفراد وينظم بقى الأفراد دي الحكومات. وبالتالي احنا لينا دور كافراد، لينا دور. اقول لحضرتك معلومه، يمكن ودي كانت دراسه اتعملت واتقالت في الكوب، انه المنشات الصحيه سواء كانت مستشفيات او مصانع ادويه مسؤوله تقريبا عن 4 ل 4.5% من الانبعاثات الكربونيه اللي بتطلع. 40% من ال 4.5% دي بتيجي في الرحله اللي بيعملها المريض من البيت للمستشفى واليمر، لانه وسائل المواصلات والانتقال. فاحنا لو قدرنا النهارده، ودي مبادره رئاسيه الحقيقه يمكن من بدات من اكتر من 3 سنين، وهي مبادرة التشخيص عن بعد و300 وحدة تشخيص عن بعد اللي وجه بيها السيد الرئيس، والنهاردة شغالين على الأرض شغالين 150 وحدة وال150 التانيين داخلين في الطريق. ده من شأنه أن يقلل رحلة المريض، وبالتالي هيقلل 40% من 4.5% اللي بتسببها المنشآت الصحية في الانبعاثات. يعني تقريبا 2% من الإجمالي. فأنت بتتكلم في سلوكه، والدولة تحركت من قبل مطار المناخ ب3 سنين في مبادرة السيد الرئيس للتشخيص عن بعد، اللي هو بقى العالم كله بعد الكورونا اكتشف ان التشخيص عن بعد ده بعد ان كان استراتيجية بقى حتمية. صح. ومشتركة فيه برضو وزارة التعليم العالي، وزارة الصحة، وزارة الاتصالات والتكنولوجيا المعلومات. تغير المناخ في البداية يبدأ من سلوك الأفراد.